يا رغد، هذا الشيء اللي صار كان لازم يصير من زمان. هذا البيت رح يضمن لك حقك من بعد مماتي. بعيد الشر عنك، لا تحكي هيك. ما حدا بيعرف يا رغد، الأعمار بيد الله. سيبي هذا شو هاد؟ حطيت لك شوية مصاري باسمك بالبنك، وهي البضاعة بتقدري تسحبي فيها المبلغ اللي بدك اياه وبالوقت اللي بدك اياه. طبعا الرقم السري موجود عليه. بس هيك كتير توفيق. لا مو كتير يا رغد، بجوز انا بفترة قسيت عليكي وجبرتك تتزوجيني، بس هذا الشيء ما معناه ابدا اني انا ابخس بحقك. رغد اعتبري هدول المصاري والبيت هن مقدمك ومؤخرك، وتأكدي تماماً إنه بعمره توفيق ما أكل حق أحداً.